المشاهد العزيز، اهلا وسهلا بك في حلقه جديده من فلاس 96. لهذا اليوم راح نسولف اليوم عن المطاعم. انتم مدعوين ويانا اليوم على الغداء، على العشاء، على الريوق، المهم في جو المطاعم. نجدد لك التحيه باسم فريق فلاش 96 العامل في كل مساء وفي مواضيع متعدده. عموما احنا جالسين في هذا الركن في احد المطاعم، ونلاحظ ان المطاعم بداوا يخلقون جو جميل بالنسبه لرواد المطاعم، اذا كان اركان مثل هذا الاركان او وضع شيشه، وبداوا ايضا الناس يقضون اوقات ممتعه مو بس حق الاكل، اعتقد حتى حق الترفيه. اذا كان هذا راي زميلنا سلمان وراي مجموعه كبيره من الناس، في اراء اخرى تقول بان للمطاعم دور كبير في اخذ لم شمل الاسره اللي كانت متعوده على انهم يلتمون على وقت الغداء ولا العشاء، وصاروا ياكلون اكلهم في المطاعم، الى جانب انهم تعرضوا الى السمنه نتيجه لاكل الوجبات الخفيفه والسريعه، وايضا الى مشاكل صحيه اخرى. كل الامور هذه راح نتطرق لها اليوم في برنامجنا في جو من الوناسه والاكل اللذيذ. عموما ما راح ننسى دور الام، وراح نسالها عن الوجبات السريعه وعن الاولاد اذا كانوا يقضون وقتهم في البيت او بدوا بس في اوقات العطل القصيره انهم يتعشون برا، وايضا اذا هي تحب هذه الام انها تاكل برا او لا، او تحب بس من اكل البيت. وفي نقطه بعد سلمان انا احب انبه المستمعين عليها والمشاهدين الكرام ايضا، لكل من يسمعنا ويرانا ايضا، نقول بان هناك عادات اكتسبناها من المطاعم. فقط هذه دعوه لقضاء وقت طيب معنا من الان ولمده ساعه في فلاشنا لهذا الاسبوع. حياكم الله. احنا طبعا في هذا الجو العائلي، سؤالنا ان قبل الكويتيين كانوا مقلين في الذهاب، يعني ما يجون وايد المطاعم، كانوا وايد يحبون اكل البيت واللمه في البيت. شباب الوقت هذا يعني انت واحنا كذي، فصرنا غير، صرنا وايد نحب نغير والروتين والمطاعم. فتعتقد الظاهره هذه وانتشرت بهالصوره ايش حقها؟ ما اعتقد يعني في شيء مكان في الديره يعني اطلع فيه انا وزوجتي غير المطعم. يعني ما في الا المطاعم، وين بروح يعني غير مكان؟ الكويتي اذا صار عنده فلسين بيسوي مشروع يفكر في مطعم، اذا صار عندك تسوي مطعم ولا مشروع ثاني؟ اكيد اذا لقيت مكان مناسب واحس انه مشروع ناجح اكيد مطعم لا شك. لا، مشروع مطعم ناجح بالكويت، مشاريع المطاعم ناجح جدا ناجح. الكويتيين اكلين يعني؟ لا، احنا نحب المطاعم، طلعة المطاعم. شنو المتعة اللي تحسونها في المطعم؟ ما تغيير، هو على اساس نطلع بس تغيير جو يعني من روتين الدوام والعمل وبس. تعتقد انت يعني والمدام لما تردون البيت من عقب طلعة مطعم تردون مستانسين كلكم يدد ومغيرين جو؟ اكيد طبعا، جدد شيء ترفيه عن النفس لا اكثر ولا اقل. تعتمد على اكل المطعم؟ يعني اذا زوجتك قالت لك والله جيب لنا من المطعم يوم يومين ثلاثه ما تبي تطبخ؟ اي ممكن. ممكن اي عادي أطلع. الزوج اللي قبل كان لا ما يرضى، يعني عنده هذه كارثه. انا بالنسبه لي عادي يعني. اليوم موضوعنا عن المطاعم والاجواء اللي تقدمها المطاعم، ما ادري شو تقدم المطاعم بالنسبه لك؟ كم مره تروح المطعم؟ والله دائما احنا نتردد على المطعم هالقعدات هذه، ليش نشوف فيها كل يوم شيء جديد يختلف، فما نشوف بنفس الاكل يعني اللي يتكرر. ممكن تطلب الاكل يعني عامل برنامج معين للعائله عشان طلعت المطاعم او لا؟ والله مسوين برامج بس بايام محدوده، يعني مثل يوم الخميس نطلع، يوم احيانا بالعطل لما تصير العطل يوم الاربعاء. طيب بصراحه ما ادري تفضل اكل البيت ولا المطعم؟ والله بصراحه وايه صحي وايه احلى؟ والله بصراحة هو كجو يعني أكل المطعم يكون يعني أحلى شوية، على أساس أن القعدة فيه شوية نفسيا يعني الواحد يرتاح فيها. بس يقولون دائما أن أكل المطعم ما يكون صحي مثل البيت، أن البيت يكونوا مدارين عليه بالنسبة للمواد المستخدمة. طبعا مو كل المطاعم، في مطاعم صراحة تهتم بالنظافة وتهتم بالزبون يعني تقدم له أفضل ما عندها، وأكل البيت طبعا هو الأساس يعني. أعزائي وأيضا لنا لقاء وحديث مختصر معاكم، مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا فيك. طبعا إحنا في المطعم، شنو الوجبة اللي تحبون تأكلونها في المطعم؟ والله أنا بصراحة يعني أكثر شيء اللي أطلبه الدياي، يعني مفضل عندي. وزوجك؟ زوجي نفسي يعني ما يغير، ما أدري أي شيء أنا أطلبه يعني هو يطلب. الحين بنصيدك عن نسأله شنو وجبتك المفضلة؟ أكثر شيء نفس الشيء الدياي والربيان. دياي والربيان. اكل المطعم في الدياي والربيان ألذ ولا اكل من ايد المدام؟ من ايد المدام احسن اكيد. طبعا انا اشوفكم في المطعم كم مره تجون هنا؟
والله هو يعني مو دائما بالنسبة حق تغيير روتين البيت. صدق أبي صدق لما يقول لك مثلا يلا معزومة معاي على العشاء تستأنسين ليش ما راح تسوين العشاء في البيت ولا الغداء في البيت؟ لا والله بالعكس أحب إني أطبخ له. تحبين تطبخين؟ والعزايم تحبين تسوينها في البيت ولا في المطاعم؟ بالنسبة حق العزايم والله أفضل إن المطعم يعني أريح لي أنا. أريح لك؟ إي. ونسأل الزوج. والله حق الراحة أريح لها بس أنا أحب إن تطبخ لي إياها بيدها يعني أحسن. لان اكلها حلو وايد حلو. بنات الوقت يقولون وايد كسالة ما يحبون المطبخ، فانت شلون المدام عندك؟ لا والله بالعكس تدور المطبخ هي عندي. زين الاكل الزايد يؤدي الى السمنة. كم كيلو زدتي من يوم ما بديتوا تجون المطاعم؟ والله وايد زدت صراحة. وايد؟ وايد. في المقابل تروحين نادي صحي؟ افكر اي والله رحت مرة وقطعت وافكر ان شاء الله راح اروح مرة ثانية. نسأل الزوج يعني الاكل الزايد اذا علمتها الطباخ الحلو راح تمتن انت بعد يوم من الايام. والله بديت امتن انا صدق يعني اي زايد 10 كيلو تقريبا. لا اله الا الله. بعد الزواج. يعني من الراحه. من الراحه اكيد. من الاكل. لا طبعا الراحه والاكل. ما ادري شنو اللي تحبون في المقاهي يعني؟ شو اللي يجذبكم انكم تروحون المقاهي خاصه فتره الليل؟ والله فتره الليل طبعا الواحد يعني بدال يقعد البيت يطلع يغير احسن من الروتين اللي كل يوم عشاء البيت وقاعده يطلع يغير جو اولا ويقعد بالمطعم يعني يطلع مع ربعه ويغير الجو ومنها يعني ترفيه شوي. ما ادري هل هذا المستوى يعني يناسب الجميع يناسبكم كمقاهي موجوده داخل الكويت؟ اكيد طبعا يناسب لانه ما في شيء هنا يعني ملانه من الدواوين. يعني تلبي الاحتياجات؟ يعني نوع من التغيير كذي. يعني 24 ساعه دواوين ما في شيء غير المقاهي يعني. شنو المهم؟ المهم ان الواحد يروح المطعم ياكل ولا الجو يعني؟ والله شوف الاكل مو مهم يعني كثر إن ما انك تطلع وتقعد وتغير جو وتقعد برا تسولف مع ربعك والقعده والجو الحلو مو المهم الاكل يعني بس انه تغير الجو يعني بدال القعده بالديوانيه او القعده بالبيت الروتينيه هذه اللي كل يوم تجيني المطعم وتغير جو وتقعد مع ربعك تسولف تشوف الناس تطلع القعده حلوه برا يعني. بس الاكل يعني مو مهم يعني مو ذات يعني اهميه. ما ادري العشاء افضل من عشاء البيت ولا؟ لا مو افضل من عشاء البيت يعني في شغلات مثلا بالبيت انت ما تقدر تسويها يعني مثلا الحمص ما يضبطونه بالبيت عدل وعندك المشويات كل يوم بتطلع لك الدواء وفحم تشوي عدل. ما ادري اذا بغيت اسال بالاسبوع كم مره تروحون للمطعم او كم مره يعني هل يعني حاط جدول معين لروحه المطعم مع الاهل وبروحك وقت ولا اي وقت ممكن يراودك؟ يوميا بالاسبوع مرتين كذي بس مره مع الاهل ومره لا مع الشباب بس تغير جو. ما ادري نشوف وايد يعني ظاهره الارجيله يعني انتشرت عندنا كل المقاهي يقدمون ارجيله. والله صراحه بالنسبه للارجيله هذه ظاهره صراحه خطره. يعني اشوف الشباب من سن 15-16 ل 20 طايحين فيها طيحه. فما ادري يشوفون الظاهره هذه خطره شويه على الشباب. لان من سن 15 ل 20 من الساعه 8 7 بالليل فوق كلها ابد. كل شيء شو كل مقاهي وكل صغار وبالنسبه حق 25-30 سنه تلاقي ما تشوف ولا واحد كل صغار. طيب انا بسالك برجع شوي على حق الاكل وعلى المطاعم يعني ما ادري عقب يعني فتره من زياره المطاعم ما هتلاحظ ان مثلا وزنك زاد او لا؟ لا عادي هذا هو لان مشي الحمد لله البحر وهذا تسبح وتمشي. انت شكلك ما متنت للحين. لا انا ما متنت. انت تطلب اكل زايد عن طاقتك وما تاكله يعني تجيب تطلب الطلب وتاكل نصه. كنا فاتحين من قبل 6-7 شهور الحمد لله كان لنا زباين عديدي ومتعودي على هذا المكان بشكل دائم. عددهم تقريبا اعداد اللي يراودونك هني اذا قلنا بالتقريب في اليوم العدد اللي بيجينا يوميا طبعا ما بين سبت واحد واثنين وثلاث الاربع ايام هذول يعني بحدود من 400-500 شخص في اليوم. في اليوم لان طبعا احنا ما فاتحين الا بس في الفتره المسائيه وعندنا يوم أربعة وخميس جمعة طبعا هذا بيكون في ضغط يعتبر عطلي بالكويت. ضغط شلون يعني كم واحد ممكن يوصل عدد ممكن يعني يوصل 1500 يعني هل الناس في الوقت هذا لما يفكر الواحد انت ما تروح المطعم؟ نعم. تروح مطعم؟ نعم. غير هالمطعم تفكر تغير جو العائلة وتروح المكان؟ نعم انا برمت المطاعم كلها يعني برمت بصراحة. ليش تفكر كشخص يعني تروح المطعم؟ يعني كل واحد يوم بكون في عنده راحة أسبوعية بفكر يطلع يغير جو ياخذ أولاده يلعبون
بالذات يعني هذا المكان اللي نحن فيه حاليا في لعب اطفال واجد يعني مجانيا. تغيير حق كل الاسره. واللي ملاحظه انا ان الزباين اللي بتجينا زباين دائمه، طبعا الأمومة هي مرتاحه لهذا المكان. نعم. مكانته بتتردد بشكل دائم. نعم. يعني في نقطه عفوا. هل ما يراودك شعور ان اكل المطعم نظيف ولا لا وتخاف تاكله؟ طبعا طبعا انا عندي كروت اقتراحات لكل طاوله بتنزل. كل طاوله بسجل كرت الاقتراحات، اي ملاحظه طبعا بتتعالج. في هذا المطبخ، في هذا المكان عزيزي المشاهد، اذا كنت انت من رواد المطاعم، هناك ايضا مطابخ اخرى شبيهه بهذا المكان، ومعنا الشيف ونساله عن مدى نظافة الأكل المقدم إلى الزبائن. مبدئياً عندنا طبق كلاسيكال، هيدا أكثر شيء مطلوب هلأ عندنا. المشاوي، هل هي المشاوي المطلوبة أكثر شيء؟ أيوة المشاوي، المشاوي هلأ أكثر شيء مطلوبة. وأنا بعرف النظافة، من يراقب النظافة عندكم؟ برقابتي أنا، يعني أنا بشرف على كل شيء. لو شفت شيء مو نظيف شو الإجراء اللي ممكن تأخذه؟ اصلا بعاقب كل موظف موجود بقسمه، لانه انا اعطيهم تنبيه لازم النظافه على طول متواجده. هل عندي موظفين نظافه على طول بنفتح 24 ساعه وعلى طول متواجدين، ونحن عم نشتغل وهن عم بينظفوا. كم طبق تعمل في اليوم؟ مبدئيا حسب الشغل، بس بنقدر نقول يعني حوالي 400 500 طبق كل يوم. إيدام صح عدل، إيدام هو قدام فوت سوير، يلا سب إيدام للطبيق، إيدام للطبيق، إيدام للطبيق، إيدام للطبيق، إيدام للطبيق. ما علينا اللي وراها، يلا ما علينا اللي وراها. احنا في احدى المطاعم اللي وفروا جزء من هذا المطعم لان يكون مقر لمحبي الارجيله والشيشه. رحب فيك ابو فيصل. هلا ابو فيصل. ابو فيصل، ما ادري شنو العلاقه اللي تجمع بينك وبين الارجيله خاصه في هذا المكان؟ يعني والله ما في شيء مهم يعني، بس هوني واحد بيكون اشتغل من عبوكا المساء، بيجي بياخذ نص ساعه هدوء، مكان هون راقي ويلي وزوابه وجماعه محترمين ومطعم نظيف، بيجي عنده شوية هدوء نص ساعة ثلاثة أرباع ساعة ما يكمل ليلته وعشية ولا حاجة. ما أدري، يقولون إن الدكاترة إن الراس الحجر الواحد هذا للشيشة يعادل باكيت دخان يعني. جايز، بس ما كل شيء صحتك سجل جو يعني ما كل شيء في واحد يحاسب فيه على الصحة يعني. شوي لصحتك وشوي لنفسك وشوي لهدوءك يمشي الحال. ما ادري يعني انت كثير تتردد على هذا المكان او المطاعم؟ والله ايوه لا، انا بس مشان الشيشه اجي لهون على هذا المكان، اقعد كل يوم مثلا نص ساعه ثلاث ارباع ساعه لاخذ قصه من الباحه اكون لحالي يعني. في هذا اللقاء القصير معنا الان الاخ عادل عبد الله مدير الاغذيه والمشروبات، وكلامنا راح يدور معك بعد التحيه طبعا عن ظاهره العوده الى المطاعم. يا هلا وسهلا مسألة فيك. ظاهرة العودة للمطاعم هي لكسر الروتين اليومي، والناس تقول احنا ملينا من الأكل التقليدي في البيت، فنحتاج يوم نطلع برا احنا يكون شكل عائلي أو نحصل على أصدقاء أو صديقات مع بعض، وهذه شجعت كثير صراحة من قاعدة عريضة من المستهلكين قاعد نشوفهم عندنا هنا يلتقون في المطاعم بشكل يومي على مدى وجبات الفطور الصبح والغداء والعشاء. غير هذا، هل هناك عامل نفسي اخر مثلا؟ طبعا هو في المصطلح الفندقي نسميه سيلف استيم، اللي هو الانسان يحس عنده الرغبه انه يدفع حال الناس، يطلع يروح يحس نفسه انه يصرف، ونفس الوقت قاعد ياخذ قيمه غذائيه مقابل ما يصرف، فبين حق الناس ترى انا قادر ان انا ادخل مكان هذه، يصير فيها حاجز نفسي. في ظاهره صحيه تعتقد؟ منها تقليد للغرب؟ والله شوف الله يسلمك، هي من ناحيه ظاهره هي طبعا عاده غريبه على المجتمع الكويتي، اذا بنقولها احنا اذا بنجيبها مستويات الستينات والسبعينيات، لكن النيو ترند هي التطور الجديد بالنسبه لنا. المجتمع الكويتي هو مجتمع حضاري جدا، ونشوفها من خلال سفراته، تلاقي ما في كويتي ما يسافر، فاوريدي هو لما يسافر قاعد ياكل في المطاعم، فيقول ايش معنى لما يسافر
ما ارد الكويت، اذا ما ارد الكويت ليش اني ما ادخل مطعم؟ نفس الاسلوب يعني، نفس الاسلوب. مثل ما قلنا الكويت قبل كان غريب، الواحد لما يلبس شورت ايام الصيف يقولون قاعد البس برا، ايش ما البس داخل الكويت؟ فتلاقين تغيرت البدله واللبس حتى بالنسبه للماكل والمشرب كل شيء صار التغيير حتى في المطعم. صار هو طبعا وين كان ما اقدر اقول، يعني انا واحد من الناس ما اقدر اكل كل وقت يعني في البيت، فاحتاج اني انا اكل اطلع مكان اكتشف اشوف شنو الميزه اللي امتاز فيها المكان الفلاني عن المكان. ودي اعرف نوعيات الناس اللي تراود المطاعم عندكم. بالنسبه هو اذا يكون كافي شوب، كافي شوب يستقبل جميع الناس. في مثلا اذا كان مطعم فرنسي، مطعم فرنسي يقدم غالب الطعام اللي هي المنيو، المنيو هاي تختصر على انه وجبات معينه معروفه تاخذ وقت لتحضيرها، وعشان اكلها لازم اكون انا مهيئ نفسيا، مو بسرعه بسرعه وامشي نفس ما حصل مع البوفيه. نعم نعم. فعمليه ملصقه في اختيارك للفئات العمريه اذا ما لها. بالنسبه للمطاعم الفرنسيه اللي هي الفاين دايننج هذه صعبه جدا يكون فيها ناس صغيره في السن. اذا كانت طبعا هي لازم يكون في اعمار سيرتن ايج معينه اللي هي تعرف المكان هذا ورايحه انفيت بس انه تاخذ وجبه معينه، معروف المكان هذا بالفرنسيه. عادل في ناس يجون للتظاهر كثير كثير، يعني في ناس تجي تظاهر انها تقعد بمطعم المطعم الفرنسي، واساسا لما يطلب يطلب على طول مكس جريل او يطلب او ربيان مشوي او لحوم مشوي لحوم مشويه. فلما يدخل مطعم فرنسي معروف بالتنويع الايتمز الاصناف الموجوده فيه واطلب مكس جريل، فمعناته ان انا تقصير يمكن يكون من المطعم انه منفسر له. لا بالعكس، احنا كمطعم حاطين في لغتين او سمتايمز تلاقين ثلاث لغات هي العربيه والانجليزيه والفرنسيه. بس عندنا دائما نحصل يكون عربي وانجليزي، لكن هو اساسا يحس بخجل انه يسال شنو الطعم، لانه يقعد مع مجموعه فهو راح يدفع الحساب او هي راح تدفع الحساب، فتقول الحين لما اسال بين نفسي انا. بالعكس هذا شيء طبيعي جدا، انا واحد من الناس مع تخصصي، واذا في ايتم قلنا هي في اختراع او هو اختراع الطباخ نفسه او المدير نفسه او اللي طبخات اي يحط اسم معين، فاذا مثلا حلو ان الواحد يكتشف ويعرف مثل طبق يوم يحطك والله نقدر نقول اخذوا على طريقه الشيف فلان. فاوكي شنو اعتبره، شنو الشيف فلان، شنو نوعيه الاكل قاعد اكلها، شيء ما في داعي ان الواحد يخجل ويستحي انه يتكلم. فهذه نوع اللي هم نعم. نواجه النوعية الأشياء اللي تواجهونها. إذا ودنا نسولف عن نوعية المطاعم الموجودة بصورة عامة، إذا وينا ننسقها أو نعدها يعني. المطاعم التقليدية اللي شفناها وإحنا صغار لغاية الحين موجودة في الشوارع، هذه مطاعم. المطاعم الجديدة طلعت في السبعينات اللي هي السبعينات اللي هي المطاعم الفاست فود جميع أنواعها، والحين انتشرت بشكل جديد كثير، أقصد عقب الغزو بشكل رهيب. عندنا مطاعم اللي هي تصير اللي هي اللبنانيه واليابانيه والصينيه، والمطاعم اللي هي لها اسامي معينه ولها تايب معين، تكون هي مو تابعه لشركات خاصه انما افراد استثمار خاص. طبعا هذا كلهم لهم نفس الليفل. ندخل على مستوى الفنادق، لا هني تحس انه ندش في مثلا اي مثلا كافي شوب اللي هو البوفيه، او ندخل مطاعم الفرنسيه. هذه تقريبا معظم الفنادق. فالحين نلاحظ حتى في ناس يعني في مستثمر خاص او اللي هو الناس قاعد تسوي لها تعمل لها مشاريع خاصه بروحها، تاخذ مثلا والله انا بسوي مطعم ياباني او مطعم ايطالي وتلاقين سعره مرخيص، شركات عالميه قاعده هو يديرها بنفسها، وهذا شيء حلو يخلق سوق من يخلق سوق تنافسي يعني منافسة. نوع من المنافسه. عادل انتم متهمين بسمنه الناس، والله هو احنا صراحه العالم. هو على هالاساس اقترحنا من قبل فتره تقريبا ثلاث شهور انه يكون عندنا لو كالوريز ايتمز بالنسبه للحلو بالنسبه للاكل. احنا هنا لما تجينا الصبح على الفطور راح تلاقين كل ايتمز كل قائمه طعام او كل وجبه موجوده معها كالوري وبالباي بيرسنتج بالنسبه المئويه مالتها. فتشوفي انت انا ما ابي هذا، ان هذا في والله فات شوي، هذا لا والله في لو كالوريز، هذا ولا ما جرى يعني. ونفس الوقت عارضين يكون طباخ على طول موجود احد الشفات الموجودين الصبح، عنده خلفيه واسعه في عمليه السعرات الحراريه، وتقدر تستشيرهم او يستشيرهم الشخص اللي يختار لك. هل يعني هذا نفهم من كلامك ان هناك في وايد اهتمام بالنقطه نقطه الصحه، يعني ان الاكل اللي يقدم يكون صحي؟ طبيعي طبيعي، لازم انت الله يسلمك نحاول دائما ان الاكلات تكون موجود لها قيمه غذائيه وما لها اثار جانبيه للسمنه وكذا. يعتمد طبعا، في ناس يختارون اكلات معينه تكون فيها كريم كثير يعني تكون عليها الدريسنج والصوص تكون عليها شوي ثقيله. احنا شاكرين لك اخ عادل، لكن اذا كانت لك كلمه تحب تقولها كنصيحه او كلفت انتباه لرواد المطاعم بكثره. والله احنا ودنا يعني يخففون شويه ويكونون مع الاهل شويه، يعني حتى لو كانت وجبه واحده في اليوم. والله انا ما اقدر انصح الناس ان ياكلون في البيت وانا شخصيا ما اكل. الله يسلمك. طبيعه الشغل والله يعتمد مرات، بس هو طبعا بعد خمس سنوات في شغل فنادق
خلاص انا تشبعت في المطاعم، فتلاقي ان اكله هو يعتبر عن شرب معينه وسلطات ومرات يعني خفرجين بس لا ذبحنا الحلو بيني وبينك لا لازم يصير في توازن. اذا الناس شو نقول لهم؟ والله شوف هو يعتمد على المستهلك انه يعرف المكان اللي يتغدى او يتعشى فيه، فاهم شيء انه يعرف المكان هذا تتبع راحه نفسيه، انا ارتاح لمكان الفلاني اروح له ناحيه السيرفس ناحيه الاكل. اعزائي المشاهدين دائما نلاحظ ان اليهال في البيت يطلبون من الأهالي وجبات سريعة، وكذلك حتى الشباب إذا لاحظنا هذا المكان اللي احنا تواجد فيه أكثرهم شباب واتجهوا باتجاه كبير إلى الوجبات السريعة. بالفعل يعني الأهمية الكبرى أن الجو المناسب داخل هذا المطعم، يعني الجو المطعم قاعد يخلق جو رائع، يعني فيه أغاني ونلاحظ الإضاءة داخل، أيضا طريقة تقديم الطلبات على طريقة الدي جي، فنلاحظ أن الكل يحب أن يرتاد هذا المطعم مو بس لأن الأكل يقدمه لذيذ، ايضا طريقه التقديم في هذا المطعم. تبقى نقطه مهمه، هل اللي ياكل هنا يعني هل عنده المان بنوع الاغذيه اللي ياكلها؟ هل عنده يعني بعض الارشادات الصحيه لوجبات ايضا صحيه؟ والله نادي لو سمحوا لنا ندش المطبخ، راح ندش مع الاخوان ونشوف كيفيه تحضير اطباق طعام للزبائن. ما ادري ايش معنى اخترت هذا المطعم. والله مو عمليه اختيار، عمليه ان الجو العام بالمطعم، وثانياً إن عندي أصدقائي وربعي يتجمعون بهالمكان، إيه طبعاً، وعندنا أيام الويكند والأيام العطلة مثل الأربعاء والخميس واللي معه أكثر شيء نتجمع هني، ومرات بالليل بالوقت يعني من كم مرة تروح حق المطعم؟ يعني تنوع تروح أكثر المطعم ولا بس هالمطعم؟ إيه عملة تنوع فيه بس أكثر شيء إحنا نتجمع هني هالمطعم بالذات. إيه نعم. يعني قريت مرة عن الوجبات السريعة شنو أضرارها؟ شو أقول لك؟ هي عملية تنويع بالأكل أولاً، وثانياً مو إلا يعني بالليل مثلاً نقول إحنا نقعد هنا أكثر شيء ناكل سويت أو نشرب شاي قهوة، مجرد قعدة عادية وسوالف لا أكثر. يعني أقدر أقول إن المهم هو الجو، جو المطعم. جو العام. مكسر روتين. الروتين اليومي، لأن تدري الروتين اليومي الديوانيات عملي واحد يغير بين فترة وفترة كذي. سعيدة جدا أن أجتمع مع مجموعة من الشباب في هذا المطعم للوجبات السريعة، وسؤالنا لك كم مرة تجي؟ أنا الصبح وغدا وعشاء. الله الله الله. ثلاث مرات باليوم. ثلاث مرات في اليوم تتكلم جد؟ إي والله صدق. والوجبات اللي تأكلها نفس الوجبات المقدمة هني سريعة؟ أكيد كلها سريعة بس يعني تقريبا تختلف شوي. يقولونها تمثل بس أشوفك وايد ضعيف. بالعكس ما فيها صحة أصلاً. ما فيها صحة؟ لا أكيد ما فيها صحة. عارف أنت هالشيء؟ إيه أكيد عارفين الشغلة هذه بس نغير روتين البيت على الأقل شوي. تقول لي صبح ظهر وليل، ومتى تقعد مع الأهل على وجبة؟ قاعدة الأهل؟ خلي يطبخون عدل أول شيء هذا بقعد. يعني أكلهم مو لذيذ؟ الروتين كله عيش ولا شغلة، على الأقل تغيير شوي، وخاصة بالكويت ما عندنا شيء نروح له. على الأقل قاعدة الشباب وهنا وربعنا برا. نمسك النقطة الأولى إن روتين العيش والمرق والمشابيس إيه هذا بالكويت إحنا كله عيش وشي على الأقل شوي غير. يعني شباب هالوقت يبون سندويتشات السريعة. لا مو يعني مو على شغلة سندويتشات، شغلة إنه بس الواحد شوي يغير روتينه، يعني أي شيء يعني حتى لو نروح سندويتشات ولا مطاعم برا بس أطلع برا البيت شوي. شوف رأي الأهل إيش حق تشوف المطاعم وايد؟ والله أنا خدمة بالسريعة. وتغيير جو انا اشوف انه وايد شبابيون عشان يتظاهرون يعني يتنافسون في الكشخه وفي اللبس والساعات وفي الشغلات هذه والسيارات اللي برا. انا مو ياس بالنقطه هذه لان هي تغيير جو، وبنهايه الاسبوع المفروض واحد يعني مل من قعده البيت والدراسه اذا كان مشغول دراسه، ويعني هذا اكيد يعني إيه مل من روتين البيت يعني. انزين بس بصراحه ايش كثر وزنك زاد يعني الفتره اللي تعودت فيها على المطاعم الوجبات السريعة؟ أنا أقصد الهمبرجرات والله ما زاد إلا كيلو كيلوين، بس أنا مارس الرياضة يعني. مارس الرياضة ونشوف الأخ ليش يتون المحمي؟ أول شيء طبعا كافي قعدة الشباب واليمعة هذه يكافنا واحد يتجمع يشوف شباب بالذات إذا كانت أربعة وخميس يرتاح لا دوامات ولا شيء. شنو السلبيات اللي هنا؟ سلبيات شيء ما يعجبك في صراحة في بعض الشباب يعني مظاهر ما مظاهر اللي تمشي هني. شنو الشيء الحلو اللي هني؟ والله كل شيء حلو صراحة. كل شيء أهم شيء أشوف فيصل بعد. ميزانيتكم يعني الأخ يقول ثلاث مرات في اليوم؟ هو يمكن عن نفسه ثلاث مرات، أما أنا ما أقدر.
أنا أقدر ما أكل مرة تزنطني. هو باين عليه أنتوا جايبينه بالقصد. لا متزوج راعي ظروفه أنه متزوج يعني. ما أدري ليش الناس بدوا يتجهون إلى المطاعم أكثر ما يأكلون بالبيت. لا يعني عفواً مش كل الناس يعني حضرتك ممكن تلاقي الشباب أكثر إني يعني أكثر فرصة اليوم من هما بيبقى آخر الأسبوع اللي بيبقى عنده دوام أو دراسة وكذا اليوم آخر الأسبوع هما اللي بيكون في المطاعم السريعة دي. يعني أنت كم مرة يعني تروح المطعم بالأسبوع؟ مرة بالأسبوع هو الخبز. المهم هل هو الوجبة أم الجو داخل المطعم؟ لا الجو بس الوجبة لا يعني ممكن حضرتك أنا جاي في مطعم دلوقتي فيه عشاء فيه كله بس يعني طلبوا نسكافيه بس مش أكتر مثلا ممكن أطلب عشاء لكن بالبيت في عشاء طبعا بس أنا أفضل العشاء بالبيت أحسن أو الغداء بالبيت أحسن. اللي عارفه أنه لو كان واحد يعني يأكل بالبيت يعرف شنو يأكل يعني الوجبة كمية الدهون وهذا هني يعني شلون تعملين نسبة بالدهون والأكل ونسبة الغذاء؟ القيمة الغذائية شلون تحاولين تعرفينها يعني؟ لازم أكل الشيء اللي هو أنا متأقلمة عليه دائما إني ما أقدرش أكل حاجة أكتر من الحاجة متعودة عليها. ولازم يبقى في توازن يعني مثلا مش حاجه ان هو في مطعم مثلا اخد وجبه دسمه جدا ما تتمشاش معايا في يومي ان انا مثلا عايزه اقضي بقيت يومي في طلعه او كده يعني. ايش قاعده تاكلين او شنو طالبه؟ طبعا وجبه هذه من وجبات اخترت الصينيه تشيكن تاكو اسمها. تحبين الوجبات الصينيه شنو فيها بالضبط؟ انا اشوف سلطات عباره عن انواع من السلطات بس معها الحمص مالت الدياي وتشيز ولبنة وطماط. إذا تنوع حلو. لما تختارين أكلش تحطين في بالك تكون الأكلة مفيدة صحية؟ طبعاً عشان كذي دائماً أختار السلطات. ما تمتلين لما تأكلين وايد في المطاعم؟ أمتن؟ أنا بالنسبة لي ما أكل وايد على أساس لا أمتن عشان أحافظ على وزني. تلعبين رياضة ولا؟ لا. أنا أشوف الشباب هني لما طرحت عليهم السؤال قلت لهم أنتم تحبون المظاهر لأن أشوف المطاعم هني وخاصة المطاعم اللي هي وجبات السريعة وايد يجون آخر شياكة آخر لبس آخر صيحة في الماركات ويصير في نوع من التنافس كل واحد جاي يوري نفسه. طبعاً هذه بالنسبة حق الناس اللي جاية تعرض نفسها بس الناس اللي جاية أساساً أساس ذوق الوجبات يعني اللي مو متوفرة طبعاً بكل مكان مثل كنتاكي وكذي في مطاعم منتشرة بكل مكان بس مثل أنواع من المطاعم جاية أساس تاخذ صنف معين من الأكل. يقولون بنات سهل وقت كسالة ما يطبخون يعني يخافون يعني يقولون عيالهم بعد ما راح يدشون المطبخ كلش يعني عيالك ما راح يدشون المطبخ نهائي. لا بالعكس أنا الحين يعني بعمري هذا أعرف أطبخ أحسن من أكبر مرة عيوز عمرها 60 سنة. الوجبة السريعة بتكون خيرك بالمطعم بتكون يعني كل الترفيه ويعني إضاء الوقت مع الأصدقاء. زين السؤال صريح يأثر على الميزانية؟ أحيانا. سؤالنا عن المطاعم كم مرة تأتي إلى المطعم في الأسبوع؟ مرتين أو ثلاثة. مرتين أو ثلاثة في الأسبوع. هل هذا يأثر على ميزانيتك؟ ما بتأثر على ميزانية بس إنه واحد بيطلع من جو البيت وجو الشغل بيطلع لبرا بيشوف العالم. سمعت أكثر من رأي إن الذهاب للمطاعم يكسر من روتين الحياة العادية واليومية. صحيح. تشعر بعد العودة من المطعم براحة نفسية؟ يعني وقت يطلع الواحد يشوف عالم ويطلع لبرا ويشوف جو إنه غير جو الروتيني كل يوم نفس المحل أكيد بيتغير نفسيته. إحنا نتواجد حاليا في مطعم للوجبات السريعة. هل عندك أي فكرة عن الوجبات اللي تقدم لك صحية ولا لا؟ لا ما عندي فكرة بس بحب أجي لهون الأكل طيب هون. نرحب بالدكتور صباح وسؤالنا عن الوجبات السريعة هل هي صحية أم لا وما الحل؟ الوجبات السريعة الحقيقة نقول أحد مشاكل العصر الحديث اللي قاعد يواجهها اللي تسوي لنا مشاكل صحية يواجهها كثير من الأطباء في وزارة الصحة وفي العالم أجمع الحقيقة. هذه الوجبات السريعة الحقيقة استلزم وجودها ظروف معينة لناس معينين لكن لما صارت نمط من نمط أنماط السلوك الغذائي لقطاع كبير من أفراد المجتمع وخصوصا الأطفال بدأت تؤثر القضية في صحتهم وإجمالا ونموهم وتأثرهم الحقيقي الصحي في هذا. لهذا الأمر بدأت تظهر لنا مشاكل صحية مختلفة مثل فقر الدم مثل أمراض نقص النمو الأمراض السمنة وما يتبعها من مشاكل حقيقية في كثير من الأمور يعزى السبب لهذه النوعية والنمط الغذائي الغير متوازن. المقصود بين غير متوازن الغذاء الذي لا يشتمل على العناصر الغذائية المكتملة اللي هي مثلا
عنصر مجموعة الحليب، مجموعة اللحوم، مجموعة الخضار والفواكه، ومجموعة الحبوب مثل الخبز وما شابه. هذه الوجبات السريعة يعني هي نمط استدعت ظروف خاصة، ويعيب عليها طبعا أنها ليست طازجة، فتفتقد لقيمة غذائية، القيمة الغذائية للغذاء الطازج من فيتامينات ومواد يحتاجها الجسم الحقيقة. فهذه أحد نواقصها. كذلك طريقة الإعداد والحفظ، في بعض الأماكن ما تقدرين تجزمين على طريقة الحفظ والإعداد الطيب والجيد، بالتالي تبدأ من مشاكل اللي قاعد يعانونها الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية من تسممات ومن يعني زيادة في محتوى بعض الأطعمة هذه من الدهون وما يترتب عليه من مشاكل صحية. اللي بلخص هذا الكلام كله أقول هذه الوجبات يعني وإن كانت استدعى العصر وجودها، لكن جعلها نمط غذائي أساسي أو وجبة أساسية من الوجبات الأساسية لحياة الأفراد هذا الغلط. لكن بحكم الإنسان يحب التغيير يحب التنويع، لو وجد لها يعني مكان في الجدول الأسبوعي كمن باب التغيير فلا شك يعني أنه المجال مسموح يسمح في هذا. لكن التركيز عليه وجعلها من الوجبات الرئيسية لأفراد الأسرة وخصوصا الأطفال في مراحل النمو، أعتقد هذه هي المشكلة. في بعض المطاعم يتوفر الجو العائلي والجو الهادي وأيضا الجو الذي يضفي على المشاعر الكثير من التغيير، ولا شايك في هذا المكان الجميل؟ بالفعل حقا هذا المكان جميل، وأيضا يستطيع البعض أن يحتفل بأي مناسبة خاصة على هذا المرتفع، ويستطيع أن يرى الكويت الجميلة في هذا المساء الجميل. عموما أيضا لا ننسى الأطباق الجميلة المميزة التي تقدمها هذه المطاعم. سعيدة بوجودنا معك ومبروك حق اللي محتفل بعيد ميلادك. مشكورين على هاللقاء الحلو، وإحنا ما كنا الصراحة متوقعين وجودكم معانا، بس إحنا جايين اليوم نحتفل بعيد ميلاد رفيجتنا، والصراحة مكان وايد حلو طبعا أبراج الكويت. يقولون إن يجون المطاعم عشان يأكلون أو علشان يغيرون روتين الحياة، إذن المطاعم أيضا في المناسبات. Exactly. المطاعم يعني فيها حق اللقاءات مع يعني كتير مع جروب مع ناس كذي تحتفلون بدل من البيت، أو ممكن يعني عشاء، يعني منها تغيير من روتين. شو التغيير الحين اللي حصل عقب ما احتفلتوا بعيد الميلاد اي وايد وايد مكان وايد راقي ووايد صراحة يعني وايد مستانسين الحمد لله. يعني فهم ليش ما سويت عيد ميلاد في البيت؟ منها تغيير يعني مو دائما الواحد يسوي عيد ميلاده بالبيت، ف ما أدري الصراحة. يعني بما أن إحنا في المطعم يعني كم مرة تشوفين المطاعم؟ والله إحنا من يعني وايد وايد نيجي المطاعم أكثر شيء تقريبا العشاء يوميا تقريبا برا، واليوم صادف إنه طبعا عيد ميلاد وجودكم معنا. طيب أنا ودي أسأل يوميا يعني معناتها إن يعني عيالك إذا تزوجت في يوم ما يعني ما راح يأكلون في البيت كلش، يعني إذا أنت وجيل هالوقت إنزين كل يوم صار العشاء برا، الجيل الجاي شلون؟ والله اي صح يعني. اي صح مشكله شويه، بس هو طبعا يعني مدام احنا يعني هو التعود يعني احنا متعودين تقريبا العشاء يكون ايوه افضل يعني. انت لما تاكلي في المطعم ومش مسويه مثلا وجبه في البيت ايوه الذ. والله انا بالنسبه لي برا الذ. خلينا نسال راي رفيجتك. مرحبا. وين تاكلين الاكل وتحسين ان الاكل لذيذ، في البيت ولا في المطعم؟ والله برايي يعني اكل برا يعني احلى. ايش معنى؟
ما أدري يعني هو أول شيء يعني مثلاً؟ مو بس تنوع يعني كتغيير يعني وتشوفي الناس ولما يعني بس في ناس يستحون يأكلون لما يشوفون في ناس طالعونهم ما أدري يعني بس بالنسبة لنا إحنا عادي يعني ما لنا شغل بغيرنا يعني تستانسون إيه الآن أنتم متواجدين ومحتفلين في مناسبة حلوة وجو عائلي هل هذا فعلًا يعطيكم نوع من السعادة لما إيه طبعًا يعني تشوفين اللمة والهذا يعني فرصة إن إحنا نلتقي بصديقاتنا يعني متشايفينهم من قبل فيعني شيء حلو يعني إن نكون إحنا متواجدين مكان واحد يعني جميل هل إحنا مغلد الغرب لما نيجي المطاعم؟ يعني هم وايد يعني ما يطبخون في البيت بعد فصرنا إحنا شوي شوي يعني بالعكس يعني اللي أشوف إن هم أقصاً اقتصاديين يعني اقتصاديين؟ إيه يعني ما يحبون يأكلون برا وايد يعني مو نفسنا إحنا العرب يعني كثرة ارتياد المطاعم يعني في هذه الظاهرة بدأت هالأيام تنتشر إن الناس قاموا يأكلون برا البيت ما أدري هل هي صحية أو لا غير وجهة نظرك والله أنا أشوفها صراحة يعني كثرة توجه المطاعم شغلة غير صحية لأن إحنا تعودنا على البيت وجمعة البيت والعائلة الوحدة وكذي بس الواحد يعني يغير كبين فترة أسبوع كل أسبوع كذي يطلع مع أهله شوية ويغير الجو شوية الروتيني العمل الأسبوعي إيه خلنا ننتقل للعم ونسأل عن الوجبات ما أدري إيش رأيك بالوجبات الخارجية للمطاعم أحلى من البيت ولا شلون؟ لا البيت مهما يكون أحسن بس إن هني المطعم يعني على أساس إن الواحد يجتمع مع جماعته يشوف يعني أهم شيء هو اللقاء اللي تشوفه القعدة لما يعني الجو هو الأهم وأهم من كل شيء قبل 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 ما كان يعني في ظاهرة ارتياد المطاعم بهالكثرة يعني ولا كان في أماكن فيها أجواء مثل كذي ما أدري شلون كنتوا وين تروحون بالعكس كانت أكو مطاعم موجودة بس ما كانت المطاعم على المستوى بهالكثرة ولا المستوى هذه ولا الخدمة هذه ما أدري الناس الكبار دائما يراعون صحتهم ما أدري يعني الأكل هنا نوعية الأكل تدري شنو اللي يعني القيمة الغذائية فيه غير أكلك لما مال البيت أنت معروف يعني أنت تسوقه من الجمعية أنت تجيبه من الفرضة ينقسل قدام أهلك معروف هني محطوط لك بوفيه مفتوح ما أدري شنو اللي حاطين لك ما تقدر لكن أنت تسمع عن جودة المطعم سمعت المطعم تيله بس أكثر وأقل يعني تشوف المطعم أو أنت لما تيته هم تحكم عليه أعزائي ندعوكم لقضاء شهرتنا مع مطعم بيت محمد فإلى هنا. إيه والله ككلمة والثانية قالوا إيه شلون تفتحين مطعم ببيتك أو شلون مع مثل الأوادم المطبخ موجود والخدم موجودين وأنا ملكة الطباخ الكويتي والخليجي ما فيها شيء يعني إلا روح افتح لي مطعم حولي والسالمية وشويخ وادفع لي خلوات وأجار عمال وأجار محل ولا ما يصير لا والله واحدة على قد حالي على الله وعلى هالبيت الحكومة وربي الحمد لله وفقني ورزق على رب العالمين وش علي من الناس وش علي الناس من إلي أبي يشتري أهلاً وسهلاً ما يبي يشتري فيه هنشوف شنو طلبات عندنا أحسن لنا من القرقر والهدرة مشاهدين فلاش 96 حلقة المطاعم يسعدنا أن نلتقي بمدير إدارة الأبراج الأستاذ عبد الوهاب البناي حياك الله يا هلا ويا مرحبا فيكم في فلاش أبراج الكويت أستاذ عبد الوهاب ما أدري شنو الجو اللي تحرص على أنه يكون في مطعم الأبراج طبعا أنتوا الآن على ارتفاع 82 متر عن سطح البحر وفي مطعم الأفق اللي نسميه الهورايزن أبراج الكويت ومطاعمها تتمتع منها عائلية أكثر شيء ودائما زوار الكويت وضيوف الكويت وضيوف المؤسسات الدولة كلها عندنا لأن احنا نقدم الجو ونقدم الأكل والخدمة الممتازة بالتالي الراحة النفسية واللي يلقونها روادنا أعتقد هذا هو الدليل على وجودهم الآن وهذا اللي تحرصون عليه دائما احنا نحرص على هذا سيد عبد الوهاب ما أدري شنو الفئات العمرية اللي دائما تزور هذا المكان طبعا احنا عندنا البوفيه الغداء والعشاء العشاء يختلف عن الغداء الغداء دائما عندنا شركات وضيوف الدولة كلهم يحجزون عندنا سواء كان في مطعم الأفق أو قاعة دسمان إنما في المساء العائلات الخاصة في العطل نهايات الأسبوع دائما يتواجدون مع أولادهم احتفالات أعياد ميلادهم مناسبات عزيزة عليهم مناسبات زواج أيضا خطيب وخطيبته زوج وزوجته أحيانا هذه وجودهم معنا على طول دائما في الأبراج دكتور مروان المطوع يسعدني انك تكون ضيف كل مشاهد لبرنامج فلاش 96 يا هلا سلمى فرصه ايده هذه حياك الله يا هلا سلمى دكتور مروان نلاحظ في الاونه الاخيره بدا الناس يتجهون للمطاعم لتناول وجبات بشكل مكثف وبشكل كبير نعم. ما ادري الظاهره بماذا تعللها هل هي
كسر الروتين أو هناك أمور أخرى إحنا نجهلها. أخاف أقول أمراض نفسية يتهموني البعض أن يدخل أمراض نفسية بكل شيء. طبعاً هي عملية إحنا نوجه نظرك في هذا الموضوع. ارتياد المطاعم طبعاً في حياة اجتماعية سلمان داخل المطعم عموماً. يعني المطعم بالنسبة لأي شخص لأي زوج مع زوجته لأي مراهق يمثل حياة اجتماعية متكاملة، بمعنى هناك ألوان مختلفة، ديكورات مختلفة، شكل ثاني، يختلط مع مجموعات مختلفة مع البشر، وبالتالي في حياة أسميها حياة ديناميكية، يعني تختلف عن الحياة الروتينية أو النمط الروتيني، في تنوع. أيضا التنوع هذا في تنوع بطعم الأكل. أحيانا الواحد ممكن تكون زوجته أحسن طباخة ولكن تعود على طعمه كلها. المطعم يمكن يكون مستوى أقل من طباخ البيت ولكن في طعم آخر، شكل الصحون مختلف، شكل الجلاسات مختلف، بالتالي الشخص خاصة الأشخاص اللي عندهم ضعف شهية أو عدم رغبة في الأكل أو بسبب بعض الحالات النفسية، المطعم مثل لهم مصدر جميل جدا لفتح الشهية وتغيير الأكل، نوع من تغيير عادات الأكل. أيضا أنا أعتبر المطعم أسميه مركز علاج نفسي. شلون؟ علمياً الأكل، علمياً الأكل مصدر للراحة والهدوء، لأن الأكل يشبع عندك غريزة الجوع، وغريزة الجوع من الغرائز الرهيبة الخطيرة، تمام؟ أصلاً ممكن حروب من أجل هذه الغريزة، تمام؟ فبالتالي أنت لما تأكل، أنت حين لما تكون متوتر وزعلان، في بعض الناس خاصة أيام امتحانات والزعل، ها؟ تأكل. إحنا بعض الناس بعد في ناس لما يزعلون يحبون يأكلون. بالضبط، وفي ناس العكس. يمتنعون الأكل، بس إحنا الغالبية لا تأكل بشراهة. لدرجة أن أحد المراجعين عندي في يوم من الأيام قال لي دكتور مشكلتي لما أزعل أفترس الأكل افتراسا. زين، فالأكل فعلا رمز علاج نفسي جميل، لأن أنت لما تأكل تشعر بعد الأكل بهدوء، بطء النشاط الحركي، بطء النشاط العقلي، صعوبة التركيز، فتشعر بنوع من الخمول والاسترخاء. لهذا السبب الشخص لما يزعل مع زوجته، الرجل اللي يزعل مع زوجته يعزمها على مطعم عظيم. تمام، على اساس تطخ الامور، تهدى البركان، الثائره، الخلافات، ها تعال يا حبيبتي خلينا نروح المطعم نقعد اليوم وعزمك على قدوه جميله او عشوه جميله الى اخره. ايضا المطعم مركز لعقد صفقات، يعني تحت مسمى علاج نفسي عقد صفقات تجاريه بين تجار، خاصه نشوفها منتشر، يعني مثلا وفد مثلا تجاري او شيء من القبيل هذا، نعزم على مطعم وبالتالي الاكل، لانه رمز الود. انت الحين لما تود انسان شو تقول له؟ عازمك على اكل، ها؟ ما تقول عازمك على سكان شاي، صحيح، تمام، عازمك على عشاء او غدا، هذا اظهار ود لهذا الشخص اللي انت عازمه. وبالتالي اذا كان تجارب بينهم وبين بعض، وانا عازمك على اكل، لان في الاكل مثل ما قلنا افرض التاج شوي معسكر، ها، اللي انا باخذ منه صفقه في الاوقات العاديه، بس لما ياكل يرتاح نفسيا، غريزه الجوع اشبعها، يبدا يهدى، وبالتالي يكون انا مجال بيني وبينه للاخذ والعطاء. بالضبط، واقدر اقنعه باشياء معينه. ايضا الاكل يعتبر احيانا يكون وسيله عدائيه، مطعم وسيله عدائيه. شلون؟ وهذا شيء غريب. انت الان افرض سلمان، انا وياك الحين ربع مثلا، تعرفنا على بعض صار مثلا يومين ثلاثه، وبدل ما تقولي انا عازمك المفروض تقولي عازمك على بيتي. حلو، لما انا ادخل بيتك معناته انت لما تفتح لي بيتك معناته هذه قمه اظهار الود، الود والامان والامان، معناته كانك تقول لي ترى انا انت يا دكتور مروان انا وثقت فيك الى درجه دخلتك بيتي مكاني، حرمتي، ها، قدسيه هذا المكان، واتمنتك على بيتي، تمام. لكن لما تقول لي مروان انا عازمك على مطعم، وانا عارف انك متزوج مثلا وعندك بيت وعندك هذا، انا ممكن افسر هذه النقطه على اساس انها ظاهره عدائيه منك. اني انا ما شرفك اني ادخل بيتك مثلا، صح، وبالتالي متعزمني على مطعم، ها، معناته هذا كانك انت ماخذ موقف عدائي من عندي، او لا ترقب في صداقتي، ها، او تعاملني على نطاق رسمي. فاذا المطعم ممكن يكون سلاح ذو حدين، ها، نقطه وايد مهمه. ايضا على فكره جزء كثير من الحالات اللي تمر علينا سلمان، حالات الكآبه اللي يشعر فيها الانسان في حياتنا المعاصره، شنو سببها؟ شعور ان امس مثل اليوم مثل بكره، اكل على نفس الطاوله في البيت، نفس الصحون اللي صار لها 10 سنين ما تغيرت، تمام؟ نفس الطعم الاكل، نفس الطريقه، نفس طريقة التقديم، نفس طريقة التقديم. فأحيانا كثير من الزوجات وكثير من الأزواج يشتكي يقول لي أنا أشعر بالكآبة داخل بيتي.
احب اغير واكل في مطعم، لما اروح مطعم تنفتح شهيتي للاكل، اشعر برغبه اكثر في اني انا اكل. اذا المطعم وسيله لكسر روتين الحياه، لكسر روتين الحياه الاسريه المنزليه. وعلى فكره شيء مهم، ومو شرط مطعم، ممكن تاخذ الاكل تروح على الواجهه البحريه. بالفعل الكثير من الناس يغفل هذا الجانب. بالضبط، يعني انت غيرت، المهم ان تغير المكان، تغير روتين اليومي، وهذا عنصر مهم في الواقع. ايضا بالنسبه للمراهقين، تشوف المراهقين احيانا يحبون خاصه الوجبات السريعه والمطاعم. بالنسبه للمراهقين المطعم فرصه للتنفيس عن رغبات المشاعر، فرصة انه يلتقون مع بعض في جو ودي مليء بالمشاعر والحنان والاكل. ايضا المطعم ملتقى ايضا للاصدقاء، ملتقى مثل الديوانية، ديوانية حلوة للمراهقين والشباب والاصدقاء. زين، ايضا احنا نقول ان كثير من الزوجات يقولنا يتعبون، يشتكون من مشاكل، تقول انا تعبت، موظفة مثلا، اي البيت لازم اطبخ، ها؟ تعبانه من اذيه الطبخ، بعد الطبخ تعال غسل المواعين ومش عارف ايش وهذا. فبالنسبه لها المطعم انقاذ لها من مسؤولياتها الروتينيه الممله اليوميه. تمام؟ وبالتالي تعطيها شوي نوع من الفرفشه والود والراحه. فرصه للتريح. بالضبط. ايضا عمليه، هناك بعض المرضى اللي عندهم حالات من الكآبه، احد اعراض الكآبه شنو سلمان؟ ما ادري، يمكن يكون الشعور بالوحده. شعور بالوحده. يحب انه يكون بين جمع من الناس في نفس المطعم. تناول عقيلة، عصير، هواء خارجي. وهذا علاج ولا لا؟ أخذ العلاج. بالضبط، المريض عنده كآبة دائما عنده نظرة سوداوية للمستقبل، يعني مكتئب، كآبة شديدة، تشاؤم، ما عنده رغبة يحتك مع الإنسان، ما يأكل داخل البيت، ها؟ كل عنده فقدان شهية، اضطرابات في النوم، ما له خلق. المطعم بالنسبة له حياة اجتماعية، تغيير نمط حياة الروتينية. وعلى فكرة سبب رئيسي لأمراض الكآبة والقلق هو روتين الحياة اليومية. إذا نقدر نقول أن هذه الظاهرة هي، نعم، هي ظاهرة علاجية غير مباشرة بالنسبة للمجتمع. بالضبط، يعني أنت حين حتى المشاكل اليومية اللي بين أصدقاء، بين المسؤول وبين موظفينا، ها؟ تشوف مثلا كسر الحاجز اللي يصير ما بين الزوج وزوجته، ما بين المسؤول ويا موظفة ويا أصدقاء. زين، يكون جو في أكل وجو مطعم. ليش؟ إذا كان صديقك لو عزمته مثلا ببيتك بمكان منعزل ممكن يصرخ عليك، يأنبك، يضايقك، ها؟ يغلط عليك، لكن في جو مطعم حول الناس أنت راح تضمن لما تعزمه في هذا المكان ما راح يغلط عليك. وإذا الواحد متزوج زوجته عصبية من نوع الفتوة، ها؟ زين؟ راح تضطر أن تكون ضربة وتقصر صوتها، خاصة كان نوع الغيور الشكاكة. فلماذا لا نتغزل في الأكل؟ لماذا لا نحب الأكل كتجربة لذيذة؟ تمام، ومطعم حلو حلو. شكرا لكم احبتي على قضاء ساعه معنا، ومثل ما انتم كنتوا معنا شفتوا تنقلاتنا ما بين المطاعم لتقديم وجبه جميله لكم، زائد نصائح غير مباشره، الى جانب حبنا الشديد انكم تكونون دائما في صحبه الاهل على وجبه شهيه تلم العائله ودردشه وايضا سوالف جميله مثل ما كنا قبل، الى جانب الترويح عن النفس ايضا في المطاعم المختاره. اتمنى ان تكون حلقتنا هذه مثل وجبه خفيفه تتناولونها في اي مطعم، تكون خفيفه على النفس، واتمنى ان شاء الله تكون حازت على رضاكم، ان شاء الله نلتقي معكم في فلاش اخر ومناسبات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله، ونقول لكم مع السلامه. مع السلامه. Thank you.